في أسيوط بيتم إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد بتكلفة بلغت 650 مليون جنيه. أما في بني سويف فقد تم فتح باب التظلمات من نتائج الفصل الثاني للشهادة الإعدادية. أما في الشرقية فتم توزيع 30 ألف كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، وفي بورسعيد تم تخصيص 15 مركز بالمدارس لتنفيذ مجموعات التقوية الصيفية المجانية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسيوط بتشهد المحافظة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد اللي بيجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 650 مليون جنيه وبطاقة 105 سرير ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى. في كفر الشيخ بتشهد مدينة بلطيم أعمال رصف بعدد من الشوارع، منها وضع طبقة الأسفلت النهائية بشارع الشهداء بطول 650 متر، ووضع طبقة الأسفلت النهائية بشارع المعهد الديني القديم بطول 450 متر. وبتتضمن خطة الرصف أيضاً العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في شرق وغرب المدينة. في بني سويف أعلنت مديرية التربية والتعليم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بداية من اليوم الأربع وحتى الخميس 13 من نفس الشهر، على أن تستأنف لجنة التظلمات أعمالها عقب أجازة عيد الأضحى المبارك. في الشرقية أكدت مديرية التضامن توفير 30 ألف كيلو لحوم أضاحي و30 عجل بلدي ضمن مشروع صك الأضحية لهذا العام لتوزيعها على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وده من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة. في بورسعيد أكدت المحافظة تخصيص 15 مركز بالمدارس لاستقبال الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية للعام الدراسي القادم لتنفيذ مجموعات التقوية الصيفية المجانية في المواد الدراسية الأساسية، بحيث تكون فترة مجموعات التقوية الصيفية المجانية لمدة 3 شهور للطلاب البنين والبنات. في الجيزة أصدرت المحافظة قرار بحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وأيضاً فرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5000 جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل في أقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة والسكان إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان خلال شهر مايو الماضي، واللي تضمنت توريد نحو 8 وحدات أسنان كاملة على مستوى المحافظة، كما أن هناك حوالي 58,584 مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضي، مع الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.